هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. انهم مشاو في واحد المسار اللي خلاهم انهم يحققوا نتائج يعني متميزه وخلال يعني التوقيت اللي حصلوا عليه. ف يعني جد سعيد وسعيد جدا على ان هاد اللقاءات او هذه البطوله التي تم تنظيمها اليوم، وننتظر بطولات اخرى لان هناك انفتاح على رياضات اخرى، وهذا استجابة لحاجيات التلميذات والتلاميذ. فهناك رياضات داخلة في إطار ألعاب القوى، رياضات البحرية، رياضات جبلية إلى غير ذلك. يعني التحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية لدعم الرياضة المدرسية من أجل يعني تكوين أبطال داخل المدرسة كمشتل ديال الرياضيين اللي غادي يعطي بطبيعة الحال نتائج إن شاء الله في أقرب الأجال للرياضة الوطنية، بحكم أن الرياضة المشتل الأول ديالها هي المدرسة المغربية، مجموعة ديال الأبطال على الصعيد الوطني اللي لمعوا على الصعيد الدولي عرفوا انطلاقتهم داخل المؤسسات التعليمية، واليوم هذه فرصة أيضا لإعطاء دفعة جديدة من خلال النهضة التربوية اللي كيسهر عليها السيد الوزير من أجل يعني الدفع للأمام بالمجال الرياضة المدرسية. الامور بخير وعلى خير. دونك نتائج تقنيه جد مهمه اللي هي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تمكننا اننا نديروا ان سيليكسيون ديال الوليدات دوكور البطوله المغربيه اللي غتكون في تونس ان شاء الله الرحمن الرحيم. حضور السي سعيد عويطه اعطى حله جد رائعه لهذه البطوله، هذه حضور مفتشين متقاعدين، حضور جميع المفتشين من جميع الجهات، حضور الجنه اللي كانت مكلفه بالتنسيق ما بين جامعه العاب القوى وهي مشكوره من هذا المنبر هذا مع الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه. الشكر خاص للناس ديال الصحافه كاملين، يعني اذاعه مسموعه مرئيه، شكرا لكم جزيلا. سير كراكي شكرا لك. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.